كما أجرت كاميرا تلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع أوائل الدفعات من الأكاديمية والكليات العسكرية. كذلك التقت عددا من أهالي الطلاب الأوائل الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الحفل وتفوق أبنائهم. ملازم تحت الاختبار كمال جمال رمضان الكلية الحربية. هو شعور طبعا ما يتوصفش، ان انا الحمد لله يوم التخرج ان انا اكون من ضمن الدفعه 117 حربيه، الدفعه اللي اتكتب باسمها نصر اكتوبر الـ50، الحرب الاقوى اللي خاضتها مصر طول مشوارها. وانا ليا الشرف ان انا اكون حفيد المقدم محمد كمال امين من احد الابطال المشاركين في حرب اكتوبر سلاح المركبات، وشرف ليا ان والدتي تكون معايا، ان انا بعتبرها ام استثنائيه، اعظم ام، لانها واجهت صعوبات كتير قوي في حياتها من ضمنها الحياه العسكريه، مش ليا بس، كان لجدي وهي في فتره صغيره في حياتها متربيه على العسكريه. وحتى والدي كان برضو فتره من فترات كانت صعبه وقدرت انها تجتاز ده من بعده وتربينا انا واخواتي. انا محمد كمال، كبير تخصصيين بوزاره الشباب. انا والده كمال جمال رمضان، فخوره النهارده بان هو بيتخرج وده اصغر ابنائي، وانا سعيده ان انا موجوده النهارده في عالين الابطال في الكليه الحربيه في مصنع الرجال، وانا شعره بالفخر وشعره بالحب وشعره بالانتماء، لان المؤسسه العسكريه دي انا اتربيت عليها على التزام وعلى القواعد. انا والدي من ابطال حرب اكتوبر وحارب في 73، وكان من ضمن الناس اللي كانوا في الدلفسوار في الثغره، وجانا بعد الحرب ب5 شهور. الحمد لله ان انا شرفت بان انا اكون الابنه الصغرى لوالدي، والنهارده انا اكثر سعاده وبدعي ربنا، كنت بتمنى من ربنا ان اعيش لغايه اليوم ده، ان انا افرح واكون فخوره بتخرج ابني كمال الصغير من الكليه الحربيه من مصنع الرجال، وانا مش سعيده لا توصف، لاني اهم حاجه انا صنعتها وربيتها وعلمتها لاولادي يعني ايه عقيده، يعني ايه وطن، يعني ايه جدر. الوطن هو الجدر، هو العقيده، هو الانتماء، هو الحب للبلد. ونضحي يضحوا يضحوا. انا ابني الكبير كان بيستشيرني في ادق اشياء مؤلمه، قلت له اعمل الصح علشان ربنا هيأجرك على الصح بس. وانا فخوره النهارده ان انا بينكم وسعيده ان انا يعني ساعتي لا توصف بصراحه. ملازم تحت الاختبار عبد الرحمن طارق عبد العزيز. شعور بالفخر طبعا، الانتماء لصفوف القوات المسلحه فخر لاي شاب، بدايه من التحاقه او اعداده لنفسه من بعد اختبارات الثانويه العامه ان هو يلتحق بكليات عسكريه. فخر لاي حد طبعا يكون واقف في المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي.